اليوم انا ضيفه عند ريم، متحمسة كثير قد ما بسمع عن طبخاتك. حبيبتي رح نعمل رز مع الفول وكم مع الوجه والصنوبر، هيدا اكله سوريه. هلا في طريقتين لتفريز الفول او ثلاثه، هي بالعظم طعمتها اطيب بكثير من اللي بالعظمه. حاكلهم رح اطلع فيهم. لازم دائما تكوني بكامل اناقتك وبتشبهي ريم. بالاصل عندي باشن للبيوتي. هدفي من البرنامج اكيد نتعلم طبخات جديده، بس كمان هدفي تو امباور ومن. يا ريم، ما هذا؟ صحتين صحتين.